السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم معايا مرة أخرى على القناة. نتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. فكما كتشوفوا معايا هنايا فيديو جديد ومختلف على الفيديوهات السابقة، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. فالقصة ديال هاد الدجاج وهو أن الزوج ديالي كان وصى واحد السيد باش يجيب لينا الدجاج مذبوح بطريقة إسلامية حلال. فملي ما لقاش الدجاج مذبوح جابوا لنا حي باش نذبحوه هنايا في الدار. فملي توصلنا بيه لقينا معاه البيض، لقيناه في الكرتون، لقينا واحد البيضة. ففضلنا اننا نحتفظوا بيه ما نذبحوهش، نخليوه الحمد لله كاين فين ياكل فين يدور. خصصنا ليه واحد المكان، كنت دايره فيه هاد البلاصه هادي، كنت دايره فيها الماتريال ديال الجردة، الماكينة الغازو وباش كنخدمو الجردة وكل شيء. وخصصناها ليه فين يبقى يبات، درنا له فاش ياكل. فكما كتشوفوا كل صباح الحمد لله كنلقى البيض كنفطرو بيه، البيض بلدي. فخليكم معنا الى نهاية الفيديو ان شاء الله.